أعلنت الجزائر عن تبني استراتيجية جديدة لحماية المنشآت الحيوية للطاقة تتضمن تحديث وعصرنة الأنظمة التكنولوجية لمنظومات المراقبة عن بعد. الاستراتيجية التي أعلن عنها خلال يوم دراسي حول التحديات الراهنة التي تواجهها الشركات النفطية لحماية منشآتها الصناعية والطاقوية تأتي في ظل التهديدات الأمنية الجديدة في سياق التوترات الجيوسياسية الحالية. سوناتراك منذ أحداث تقريب 2013 تيكنتورين 2013 اعتمد استراتيجية جديدة لتعتمد على تأمين بوسائلها البشرية وإمكاناتها التقنية الخاصة، وكذلك مع التعاون مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. أكثر من 22 ألف فرد يؤمن هذه المنشآت. هذه المنشآت هي عبارة عن مناطق صناعية، عن مصانع للإنتاج، وكذلك شبكة قنوات مهمة أكثر من 22 ألف كيلومتر من القنوات يجب تأمينها وحمايتها على مدار السنة ومدار اليوم.